halde olmasın. Bu da gösterdi. Çünkü şiirede de aynen çıbın taptık. Tanrı tadı kelavın yok lüzüne gelleşe özgürlük sariye. Yani çok hoşsadı. Yani biz diyeceğimiz bu da iş bitenden sonra her şey şüpheçlensin. Bak yani bu ihmal edip yani düşün sahip neden gel mütabaa etmiyor. Mütabaa yok. Etmiyor. Yani bak bu hafif. Hadir hala قدامكم طبعا صح تبيع ولكن النظافة مهم السونرا مرحبا سان سيزارمز دنتم دايس برنامج كاركوكتان بيجون شهر بالما كوميسوري دان çıktık bildik ustay ki taban çok yerlerde o da mantıkalarda bölgelerde koyun besirler ona göre bugün biz hazır olduk burada Hatta bakak ne şekilde çözecekler mozaya. Taban milletin şikayetine göre bir gün hazır olubdular. Millet şikayet edire dire koku geldi. Ona göre bir gün bizimle hazır olan emniyet aynı vakitte emniyet güçleri. نعم كاكاوري اليوم برنامجنا حول شكاوى المواطنين نعم استاذ احمد اليوم حول شكاوى المواطنين طالعين فاحد الشكاوى هسه في المنطقه وكو بيت تربي الغناء والماعز صراحه المنطقه بالتطوير واكو شارع فقبلها من طلاهم انذار فهسه حاليا باقي لحد الان وناخذ الاجراءات القانونيه يعني المواطنين يضوجون من يعني من الريحه ما يقدرون يقعدون ببيوتهم من حقهم من حقهم صراحه يعني مثل ما تشوف هسه هذا مو بداخل لا المنظر ولا الموقع يعني صراحه منطق الموافقه حتى هالشغلات يعني ما معقوله بداخل صراحه المحافظه يعني تركو. كثير من المناطق موجود هالشيء كثير من المناطق موجود بس احنا اليوم مخلين برنامج خاص على الشكاوى مال المواطنين ان شاء الله ان شاء الله اعزائي المشاهدين مثل ما تلاحظون اكو مواشي داخل المناطق وشكاوى المواطنين اليوم من خلال لجنه خان مقاميه مركز كركوك طبعا دا يشتكون دا يقولون احنا ما نقدر نقعد ببيوتنا من وراء الريحه واليوم حضور لجنه قائم مقاميه والامن الوطني وشرطه الطوارئ والأمن الاقتصادي اليوم حاضر ويانا إن شاء الله نشوف شلون يتخذون إجراءات حقهم إن شاء الله من خلال برنامجنا نحن في المراقبة من كركوك بالغوستاكي طبعاً بس برده دروب المرغند حالياً çünkü çok korku geldi Aynı vakitte bizim etrafımızda evler vardı. Bu evler şikayet ettiler. Bu evlerin tabii oturmakları, oturabilmeleri ev içinde. Tabii yaz günü daha fazladı. Yaz günü tabii evlerde bir de hustakim berde vardı. Oturabilmezleri evde çünkü bu koku yaz günü daha fazla kıkar. Gider evlerin içine. Tabii biz bu mantıkada yani. Tabii çok mantıkalarda, bölgelerde vardı. Aynen bu haletteki. Çok şikayet ettiler vatandaşlar, hatta bu halat kalmasın. Ama biz tekrardan buradan seslendik özlerine. Biz edarık kalmavun, memleketin içinde, memleketin yasına gidin. Çünkü hayvanat beslenilmez bu sayıda, bu adette memleketin içinde. Bizim esasi işimiz budur. بس احنا قبل كم شهر تقريبا؟ ودحج الله وكذا في قطون قواطي وباق وعايشين على القواطي والباق واحنا على هاي الكركوك. يما بس جاوبني بدون زحمه. انا ابوس يجي بس جاوبني بدون زحمه معليش احنا قبل كم شهر جينا عليكم؟ زين ممكن اكو مهله؟ بس ما عندنا مكان حاليا. زين انت يعني هسه انت هسه راضيه بهالحاله والناس والله ما غير على معيشتي شو انت وين قاعده بالضبط؟ مو داخل محافظه كركوك؟ صحيح انت خير رحمه لاهلك. فاحنا هسه ناخذ الهويه نعطيك مهله 10 ايام تشيليها على العين وعلى الراس ما تشيليها يعني انا عليك قوانين نقول لك اياها تشيليها على العين وعلى الراس نخليك ما تشيليها نجيب السيارات والعماله هسه حاليا موجوده بس ما نشيلها صراحه انا اقول لك اياها بعد 10 ايام بالضبط منا لحد 10 ايام بس مهله 10 ايام بالضبط بس
اسكن انا وجهالي بي. ليش؟ داخل محافظه شلون تربيها ذني؟ بس اريد افهم منك. ابي حن الخاطركم ما اخلي له اول مره شيل ذني، احنا ما علينا بالبيت. ما عليه بالبيت. ما عليه بالبيت. ما عليكم. ما يخاف. ما ابي اشيل اغراضي كم، انا اقول الطليان والحولي والشغلات ما يبقى. انت بداخل محافظه واحنا نريد ان نجعل محافظتنا اجمل يا يمه، مو هذا صراحه، هذا مو ما جمال المحافظه. اي فالناس جايه تشتكي. مسكننا ما عليك. بس هذا ابيع تدلل. تجاوزات، احنا لجنه تنظيم المدينه. فهذا صراحة غير معقول وغير مقبول، وعليك أكثر من شكوى. فإن شاء الله نطيج مهلة 10 أيام. يبقى ما يبقى إحنا نجيج نراجع. أستاذ بالنسبة على مسار شارع، يعني لازم ينشال هذا البيت، هذا مسار شارع، إحنا كلجنة التجاوزات البلدية لازم تنشال. والله العظيم 15 نفس وعلى الباق والحديد عايشين. يمه صحيح. والله كلجنة التجاوزات. مو تقول نازحين إحنا. على راسي احنا ما نقول، بس كلجنة التجاوز تقع على مسار شارع، يعني هذا شارع يصير، يعني يصير بيت بنص شارع ما يصير. نص الشارع يصير يا يما. وامين هالله هالله بيه. كل حادث حديث، كل حادث حديث، هسه احنا جايين على الطليان. ما اقعد يعني، بس ما عندي ولا اروح، واحنا كركوك، مو تقول موادي كركوك، نفوسي كركوك. استاذ يعني البيت يقع على الشارع، تقع ضمن مسار شارع لازم تنشال، تقع ضمن مسار شارع، يعني شارع راح يجي عليه. نعم هاي المشكله، هم بنص الشارع. بنص الشارع حاجة. نعم ما عدا الحظيره الاغنام الموجوده، هم بانين بنص الشارع. كاكاوري يعني قبل انتم مبلغيهم بانهم بلغناهم بلغناهم نعم بلغناهم، كان لجنه التجاوزات بوقتها ويانا، اجوا شوف بس صراحة احنا هالظروف فساعدنا، بس هسه صراحة اجى اكثر من تقريبا 10 شكاوى عليكم بالمنطقة، فننطيهم ولا 10 ايام بالضبط ما يبقى. ما علينا. اي حظيرة داخل محافظة كرو يجي شكوى عليه، هسه عندنا كومة حظار جاي نطلع عليها، اي حظيرة يجي شكوى عليه نشيله. هسه هذول قرايبنا صحيح، اقول لك العدل. كومة بقرعتهم قاعدين بقصور وبقرهم دايحة بالشوارع وعلى العالم. اكو خواطع البلديه تقدرين تشتكين. زين يما؟ ما طالعاني من البيت ما خلي. اي والله عندي غير هذه. لا ما عندكم. ان شاء الله ما يبقى. يلا توكل. بدرس تاكي 10 güne kadar direk kalmayacaktı. Bakak 10 güne kadar inşallah şerpalama komisyonundan. Tugur rah ashile 10 ayam. Antoni mehla rah ashile inşallah. Nşuf şokat işilo inşallah. Hada programet inşallah. Programımızın makamı müstemin uyakum dahil medine kırk. Halde olmasın. Bedros tak çünkü şirede de aynen çıbın taptık. Kanun tatbik elavın yokluğuna gelle şavuz girdi sariye. يعني شو خصادي يعني بس لزامز بده ايش بتنن صور هالشيء شبش لاسين بخ يعني مهم اللي بعمله يعني شو سحب ندين قال متابعيت ولا متابع على الوقت يعني بخ بحب. هذا الحاله قدامكم طبعا صح تبيع ولكن النظافه مهم. السونرا طبعا سلسله زامز geldik حزيران طبعا جده سنا بالدغوس تاعك برده تجاوز vardı bu da gözüz oyundaydı hatta resim gözüz oyunda olsun. Bu tecavüzdü. Aynı vakitte de koyun basırı cadde üzerinde su hapishanı caddeye ve cadde basılı çukur oldu. Bildik ustaki, görseldik sizlere. Hatta malumuz olsun. Biz tek amacımız oldu. Kerkük'te hatta yasak işleri olmasın ve pek temiz olsun Kerkük. Mithil ma atlağdın, taban, hada tecavüz. Mithil ma lüzneyi gül, hada tecavüz. Uday Rabbi hna mavaşi. والمشكلة الرئيسية المواشي ده يأثر على الشارع، شلون؟ ده يفتح ماي وده يربي مواشي هناك، ده يذبحها هنا، الماي كلها ده تنزل على الشارع وده يسبب عندنا مشكلة بالشارع، مثل ما تلاحظون. يعني ال أستاذ أحمد عمان جوا. يخرجون عمان
نعم تاكل اليوم احنا بشارع الواحد حزيران. واحد حزيران المشكله، المشكله هذا تجاوز على الرصيف، وثانيا اكو مقاول يشتغل تطوير بالشارع وعرقله مسوي للمقاول وللشغل ولصالح العام منه، وما يشيل هسه نشيل احنا هسه نشيل الاغراض. والمشكله يسوي بالشارع من ما يدا ينزل بالشارع هسه حتى العقوبات يصلح الشارع يرجع نفس الشيء. نفس الشيء اي نفس نفس رب المواشي على الرصيف، رب المواشي نفس المحل نفس اي يعني المخالفات كلها. يشوف اليوم حتى المواطن يعرف يعني احنا ليش مثلا الحاسب هذا ما نحاسب غيره، عنده اكثر من مخالفه يعني يذبع الشارع وشو حتى الربط مال الطليان بعده موجود والمي على الشارع الرئيسي وخربت يعني ما ادري مدمر الشارع صراحه. مثل ما تلاحظون اعزائنا المشاهدين طبعا هذا تجاوز مثل ما تلاحظون، بس المصور شوف ايش قد متجاوز على الرصيف وتشوفون هذا يعني معقول الصوره هو اللي يحكم عليك. مثل ما تشوفون هذا الصورة أمامكم برسم جوزو جندادي سوزو حكم لاون تزاوز شخبته قادرم زرنا رسف زرنا عين وقتا يساق بشكل دا چالشره وقوين باسر قنشرده بزم مشكلة أساسي بده يعني بجنده بزم ملتا او ده مساجمز بز رزق كاس مرخ اما هر شيء قانونن اصولدن مملكاتمز içinde olsun yasak işler kalmasın tek amacımız bizim odur bizim مساحتımız yoktu hiçbir şeyde ve cebimize bir şey giren yoktu. Ama tek amacımız kerkükümüzü öge parak aynı vakte pek temiz olsun. Şehir Planlama Komisyonu aynı vakte bir gün Emre Vatani'den vatavarı o bütün güçler bir gün çıkıp da bizimle o da amazları çizseyi tereyden muhalefetlere ve yasak işlere her gün içerisinde. Şimdi bakalım ne şekilde izraatlarını aldılar. Bakın oradan bura kadar takriben nedir? 10 متر داها فضلا تزاوز شخبت رسف زرنا دا gözüyor gündad. Buradan görsedek sizlere tabağın aynı bura kadar. Şimdi bunu kaldırdılar müsaadere oldu. Hatta bu şekilde olmasın için içeri. كاكاو هذا مصادره مصادره هذا مصادره على الرصيف وعلى الشارع ومنظر غير بصراحة. يعني كاكاو البعض من المواطنين اليوم ده يقول مثلا البعض بتقطعون ارزاقهم، يعني احنا نريد نبين للمشاهد بانه احنا مو غايتنا ودنا نقطع ارزاق ابدا ابدا. هسه ليش قلت اكل مواطن يقول ليش مثلا تحاسبون هذا وما عندكم مثلا ما تحاسبون مثلا غيره؟ يا اخي احنا اول مره هذا اكو شكوى عليه، اي شكوى اكو احنا نحاسب. نعم هاي اول مره. ثانيا هذا قاطع الطريق وقاطع الرصيف وقاطع حتى يعني اذا هم يقولون مثلا قطع الارزاق ولا ما ادري قطع العناق، يا اخي بدينهم يقولوا الطريق هذا قطع الطريق. يعني انت ايش قد ما يكون عندك قاطع الطريق يعني هذا قاطع الطريق يا اخي، الطريق مال المواطن هذا الرصيف للمواطن مو لصاحب المحل، عنده محل كامل وجاي ماخذ الرصيف بالكامل. هاي المشكله الرئيسية يعني بدغ استاكسان سيزارمز مصادره oldu. Tek amacımız dediğimiz tek sizlere o da hatta Kerkük'te yasak işler kalmasın. Şehir Planlama Komisyonu ve bütün Lüzne'de çalışanlar teşekkürler özlerinden. Hakikaten bir günde ciddi bir şekilde ve sessiz bir şekilde çalışırlar. Aynı vakitte emniyet güçleri de halde olmasın. Bir de göstereyim ki çünkü şehirde de aynen çıbın taptık. Kanlı tatbik helavun yok Lüzne'ye geldi aşağı özgür dışarıya. يعني شوف استاذ يعني بس لجامز بده ايش بتنن صور هالشيء ايش بشلاسين بخ يعني بيعمل يد بعمله يعني شو سحب نذن قال متابعيت ولا حبيت متابع على الوقت يعني بخ هذا الحاله قدامكم. طبعا صح تبيع ولكن النظافه مهم. السونرا تاوز ايضا خصوصا ميطلر ان شاء الله بشكل ده دوامنا قلزاقتي كل gün خدمتي için denetimdeyiz programımız odan devamlı da kalımızın. مرحبا سانسي زرمس. طبعا دوميز بازارنا geldik. Şikayetlerden sonra طبعا caddeler tutulupta kimse geçebilmiri, yarayabilmiri. طبعا milletin şikayetine göre bugün programımız özel olacaktı. طبعا aynı vakte bizleri görürler, eşyalarını kaldırırlar. أعزائي المشاهدين طبعا اليوم برنامجنا حول الشكاوي، شكاوي المواطنين. مثل ما تلاحظون اصحاب المحلات يشوفون اللزنة ويشيلون تجاوزه. يا خالي ما يصير هذا الرصيف، انت مسوي جملون على الرصيف ما يصير. هذا رصيف رصيف مو رصيف مواطن، يعني المواطن منين يفوت؟ يا اخي العزيز ظالم ما بيت واسم بس بصرخ تعاون وصلنا غير مزع علم يعني الشت يدري بابا. خلال كم يوم بنطي استاذ يحيى؟ نشيل هذا لحد اربع ايام، ورا اربع ايام نعطيكم انذار رسمي
ولا الانذار الرسمي بعد نشيله يعني بدون لازم الرصيف ينشال الرصيف يتفرغ للناس نشيله على عيني وعلى راس ننطق 4 أيام ما تشيله خلال 4 أيام احنا نشيل لك اياه احنا ننظف لك اياه وهذا تفتح هذا الرصيف هذا مو ملك كاميرمان هذا ملك للمواطن زين عيني خلال 4 أيام والقاطع موجود استاذ يحيى خلال 4 أيام ما يشيله تخابر احنا نجي نشيل لك اياه دي الله عيني كاكاو ده يشوفونا ده يشيلون غراضهم يعني هسه اكيد 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 هسه يشيلون غراض بس بعدنا يرجعون بس احنا هسه ناخذ الاجراءات ونعطيهم تعود بعد 4 أيام نرجع عليهم بعد ما نعطيهم ولا قبل ويا الشغل نشيله ان شاء الله مثل ما تلاحظون الرصيف مسدود طبعا اصحاب المحلات مطلعين غراضهم اكثر من الحد المقرر ما يجوز يعني المواطن اليوم ده يشتكي ده يقول انا ما اقدر امشي بالرصيف من وراء اصحاب المحلات اللي هم مطلعين غراضهم برا يا اخي العزيز احنا كم مره ناشدنا قلنا لهم يا اخي غراضكم لا تطلعوه برا اكثر من حد المقرر طبعا تبلغ يد الروزلارن حتى شلارن قالدرسلار çünkü بدغوس تاكيبس دومز بازارındayız Programda konuşanlar diller böyle rızka sebep olsuz ama rızka sebebi değil ki. Biz kameranı donatırsak baksak bakın yer kalmayıp yermeğe. Tamam bu da göz zögünde olsun. Buradan zaviyanı alsak bakın yermeğe mezar kalmayıp hepsi çıkıptı yazıya. Tamam hadleri var o hadden fazla çıkıptılar yazıya. Tamam görürler kameranın her çeşit aşağısını girdir içeriye. Biz buradan tamam seslendik. طبعا مننا نقول لهم يا اخي من يجي اللجنه تشيلون غراضكم هذا الشيء عيب طبق القانون قبل ما يجي اللجنه طبق القانون حتى ما يجي عليكم شكاوي حاليا احنا بسوق دوميز وهذا طبعا مخالف للقوانين اول شيء وثانيا احترام القانون واجب على كل مواطن شيء مالده اسماء تجاريه مالده جره مراجعه هي غرفه تجاريه وهذا محل عديد قحطان جره تزليسين يانمزده olmayan icraat var Bizim içimiz kurfa ticari gerekti olarak. Yok kaldırabilmezsen geri edersen özünü. Geri madem at koyuyorsan gerisin ticari tezil edersen. Kaldırabilmezsen özünü. Oldu mesela. Gerekti Murat. Kimse adı o daha açabilmez çarşıda. Tamam. Etlaf edilir özen. Tamam. Pis tezki. Pek dergi. Domiz bazarında tamam bir fırına geldiler. Tamam lüzüne dıkhal ahad afran. Suq domiz. Yes. كاكاوري رسالتك بالكردي ايضا يكون من خلال برنامج نحن في المراقبه حبيبي استاذ احمد اشكرك داوله مو هاولاتي انا كاين هر لهر شو هناك اللي شاري كركوك اي مبوجو عن كاري شاري كركوك ام لجنيه برداوا ما بين تكايا هر شكاتك تاني هي لهر وشوناني كوا اجلنا وما كان بخي وكان ياخذ تجاوزات لسر جاده وقام مكان تكايا مقايم قايم درقام والله يا هميشه شكاتك كانت الركن اللي هي ما بولتو اني شكاتك كانت سعر سركين بويا قائمة خاميات هميشه درقاي والله ولا رقايان برنامج جوانا وهي ودارين همو كسي بتشاو كراوي لقل ما نبيه ايما لبيناو ايما ايما لبيناو ايما يندرشون بان وهر بويا وجب ان شاء الله زور سفاس كاكاوري اليوم طبعا دخلنا على عهد افران بسوق دوميز بسوق دوميز هذا اهم نفس الشغله مبين يعني شغلات هذا قدام العين يعني مشكور يعني نظيف مو خشب بس كشغلات اداريه واجراءات بسيطه والوصلات اللي الوسخه جايه انذبه ان شاء الله نعم طبعا هذا مرمر واحنا طبعا حسب تبليغاتكم لازم يكون مرمر هذا وقبل الاغلبيه كانت الخشب تدري يعني يشيل ويا الطحين ويا يعني صراحه احنا غايتنا يتقدمون غايتنا احنا نظافه خلاص نظيف قلنا نظيف نظيف يعني مشكور بس اكو وصلات شغلات صغيره هم نذبلها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا بدغو استاك طبعا Pak ise diğer pakti. Mermerdi, ellerine sağlık. Bizim amacımız, denetimdeyiz programın amacı budu. O inşallah bu şekilde kalacaktı. Tabi sinirlere de dikkat edersiniz. Daha ekşilip de aynen sinirler. Fark vardı. 2014'ten bir güne kadar programın içerisinde biz neler yaptık? Hepsi göz ögündeydi. O inşallah tek amacımız budu. Öge geçsin. Kerkük başka bir şekilde olsun inşallah. Tabi haliyen ma'mel. اعتقد معمل يعني مخفي يكون ما ادري هسه بالاجازه اذا عنده مثلا اعتقد هذا مالت هسه بالاجازه اي مال حلويات يسوي بس صراحه طابق الارضي وما مبين قدام الوجه هو اعتقد مخفي بس مثل ما تشوفون هذا مالت المعمل الله عليك حتى الساحبه ما بي اعتقد ما بي وخلي اشوفكم بعد هم ذبان موجود بي هسه يقولون هم مشلمين بالذبان بس شو نسوي احنا؟ نصور طبعا بس خليه يجي يشوفها هذا شيره شيرة نعم شيرة بها ذبان مثل ما تلاحظون الذبان موجود بصراحة يعني
هذا قدام عينكم ذبان موجود بالشيرة. الحق يعني المكان مو مال مكان معمل، بس ما أدري بالإجازة مسوي إجازة. زين هو شو يسوي بالشيرة؟ ما أدري شو يسوي بالشيرة. وفر الصمود. خلي يجينا. هذا معمل كا. دكتور إجازة شقرة. زين هذا شنو هذا شيرة؟ أي صاحبه وين؟ وهاي هنا تشبر صحيح. مثل ما تلاحظون خلي يجينا شوف ايه يشتغل معجنات اكيد يشتغل معجنات نعم استاذ مثل ما تلاحظ يعني اليوم دخلنا هذا معمل يعني عنده اجازه معمل هو إجازة عنده من الصمود أوتوماتيكي بس نفس الوقت يشتغل معجنات يعني هذا مخالف لشروط الصحي مخالف لشروط الصحي يعني وإحنا هسه ناخذ إجازة يعني وحتى شروط ما متوفر هذا السبب قبل تشوف ما تطول تشوف لا لا ما بس نستبصر من عنده نشوف شنو الوضع أستاذ جحا يعني برضه بالشروط الصحية وبالسرداب برضه تمام سس نفوز الصمود أوتوماتيكي ذي يعني مش شلالنا داينا بزنش السزام من بشكل يعني معجنة تشتلر دي تقوم سا معجنة تشتلر هون شو يعني مو مخالف توزز ويلس وايرن صنفته معجنة وايرن صنفته أنا سوى شروط صحية هسه يوخذ يعني سد إذا وإيش لما حدا شروط صحية يوخذ مثلا يعني بخ دوارة بخ رتبة بخ ش حبس سد إيش جورسون مخالف الصورة يلا روب هو سقيا مضطروب مخزان دبرة بعض الأشياء روب ورزيان بتجنا الجنوار يشتري بقرطة يعني إيش لا تقول يرسى شروط يوخذ معمل هو شنو هذا استاذ؟ اخي هذا معمل شنو هذا انتم مسوينه؟ مو معمل شو سويناه به؟ الزلابيه نسوي بس الزلابيه؟ اسالك سؤال الله عليك، الجوز تدخل بالزلابيه؟ الجوز تدخل بالزلابيه؟ اي هسه جاب هسه صار فاقلاوه همينه ها؟ فوق وشيله شلون وين تجيب له؟ بس قرر دقيقه بخلص الصبر تمام بحبسه شي قوز يعني بخ مثل ما تلاحظون دا يسوي بقلاوة هنا. والله ريت لف إدارة عند حبسه. حبسه أسكيلردان قالب تبه. قريب لجوا. قريب تاع. ما عاد يقدر لجوزين. إحنا غايتنا شنو من الكاميرا نريد نبين لكم يعني دا نقرب الكاميرا على المادة حتى نبين لكم بأنه ليش يتلفوا ليش هذا مو صحيح على مود هذا يعني. أستاذ شو بلد جورج غوتاش من مواطن جورماس يعني عين آخر درجة هذه يعني بقوق ده ورد سنده يعني غير صالحته شو من إشتغل هذا إشتغل بلا شيء ده يعني يستخدمون الجوز فيزيائيا غير صالح يعني بس الله قوق ده رانك شيء يعني قوق صور من قوق قوق سجل بس صالح ده بس نادش إشتغل كمان الله روزن بس غوستاك طبعا صالح داعي يعني uygun داعي kullanın sınbı baklavada ama kullanılır özün gözsüz uygun dedi maalesef. Yere şu anda görürsen yani garaj yani tasdih benzer yani mağazan da adavat dedi yani bilmiyorum ne zaman değiştirdiler işte. Salih daha yani hiç yani Mustafa şunu diyor. Kakavri şu şغله قانوني والله عليك انت جاوبنا. شغل خال يعني شغلك هسه قانوني انت؟ لا مو قانوني انا وياك. زين. إذا تريد مثلا تشتغل ليش ما تروح على صحي تطلع إجازة مكانك مثلا يكون شيء قانوني؟ شو الصحي يجي هنا ما يحكي. طيب قول هنا؟ لا لا مو واصل يعني الصحة واصل هنا ما واصل. الصحة العاد ما يشوف واحد أنا ما يقول هذا منين جايبه؟ ما يقول هذا منين جايبه؟ يقول مشتري. أنت تقول الصحة الصحة إجوا نزلوا جوا؟ وين؟ هناك؟ والله دوم يجوا ما أدري. أنا أسألك سؤال واضح نزلوا جوا؟ ما أدري أنا ما أدري. لسه مو تدري إحنا جينا جوا؟ صحيح أنت جيت. الصحة. بس أنا ما شايف. جايين ما جايين ما أعرف. هسه إحنا أول مرة جينا هنا هم ما واصل يمك صحيح ولا؟ وإحنا سأشلون قلنا نزلنا جوا اي احنا اول زيارتنا علي يعني اول مره انتم اول مره جايين على لجنه تنظيم المدينه واحنا عندنا لجنه بالقوات تعرف استاذ احمد نعم بس احنا دا يقول لي ما واصلني يعني جايين على ما ناسني يعني هو لو حتى ما عنده اجازه بس لازم يكون يعني مثلا نظيف بعدين يطلع اجازه صحيح صحيح, صحيح بس ما ادري يعني صراحه أن الاخ هو لازم هو يحكم مخفي هذا يشتغل مخفي هو صراحه احنا نسميه مخفي بس هسه لو هو يحكم همينه يكون ما راضي على المكان صراحه لا حقكم انا وياكم حقكم
بس كل مكان يعني هيش وصخ يصير. لا تقول لي لا بس يعني هذا فينشر دهن 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 بس له شار. كل شغله له شار يا اخي. المعمل المعمل اس انت تروح على دائره الصحه تسال على شروط المعامل. عندهم شروط خاصه بالمعامل يا اخي. ينطوك واحد واحد ينطوك يفهموك بانه الشغل معامله شلون تصير مكانك. يعني انت اول مره جاي وشوف التراب يعني ما ادري مكانك اصلا مو مال المعمل يا اخي. هذا الزنجير ده تشوفه استاذ يعني الزنجير ده هذا الزنجير فهمني شنو هذا الزنجير. زنجير قرص هذا زنجير البكره شنو هذا الزنجير فوق يعني مكانك ما مستوى شو سعيد يعني ايش الحي الصناعي قراج أنا تقول أنت تقول مصادر أستاذني صادر. طبعاً بدو أستاذ كم مصادر أولار بولار راح يتصادر الغرابة. هذا صاحب المحل ده يشتغل بدون شروط صحية وما عنده إجازة ومعمل مخفي. حبسجي التنسيس السنوار دوا طبعاً بلير السنو لزنا ورؤوله مثل ما تلاحظون طبعاً موجود فار هنا مثل ما تلاحظون وهذا آثار الفار السنوار طبعاً برده السنوار ده طبعاً يلاري معلم ده يعني آثار قالبته بأنه برده السنوار ده مع الأسف يعني اليوم بهذا المعمل المخفي أكو فار وهذا قدام عينكم وطبعاً اللجنة همين شافوا الفار يا أخي والله جريمة يا أخي فضلات الفار موجود قدام عينكم والله هذا جريمة هاي بالصينية والله جريمة هذا جريمة والله العظيم ما معقول هذا قدام عينكم عليه يعني باقلاوة والشير والشغلات تصير على هذا الصينية حرام النظافة مهم 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 جدا بالمطاعم بالمعامل الضمير يا أخي النظافة من الإيمان صراحة صح. يعني الإيمان جاي حتى ضميرك ما أدري شلون يعني ما تحاسبك على الشغلات يعني أنت هذا مو أسد الآلية الصنع مات الباخلاوة والشغلات مو على هذا الصيني صح إيه هذا فضلات يا مات الفار من وراء مئات المرض بيجي من وراء يا أخي صح الناس جاي تشتكي احنا بنجي يعني بارك الله بكل مواطن اللي يشتكي عن مخالفات صراحة اذا ما شايف ان الشغلات ما يشتكون صح تشوفون قدام عينكم هذا يعني مو شيء مثلا يا قطع الارزاق يا شغلات يا اخي هذا مو قطع الارزاق هذا للمواطن انا ما جاي اكل منه المواطن بالمنطقة ياكل منه صح صح عشتكم طبعا شكرا جزيلا للجنة قائمة مقامية مركز كركوك طبعا شكرا لمراكز الشرطة اليوم حاضرين ويانا طبعا شكرا للامن الوطني الحاضرين ويانا اليوم طبعا مشكورين من عندهم حقيقة اليوم صراحة يعني اللجان لجنة القائمة مقامية من ضمنها الأمن الوطني القسم الأمن الاقتصادي ونشكر جهودهم يعني صراحة دائما متعاونين ويانا ومراكز الشرطة والقواطع البلدية يعني بارك الله بهم والدكتور ياسين صحة الكركوك والأستاذ توران يعني بارك الله بهم صراحة إن شاء الله هذا خدمة المواطن إن شاء الله ونشكر مركز شرطة مقداد اليوم حضر ويانا وجميع مراكز الحاضرين ويانا شكرا جزيلا لهم بقلاوة لاريدي تشي معمل دان شخرة جال لبرا بيس حالان دايدي بيك داقلي دي ياسق بالشنة تشالشرة طبعا هذا كان البقلاوات اللي طلع من المعمل نعم أستاذ أستاذ قلت بقون دو فرني دي سامونا تشا بفرعين دا ينجا لبلا روزين برد مع جنة قلان الله يعني صاد الله فين بيس ازاسي شدر برا مزاينات تغوش لن دي دا فرن جزا ساير ولو مع جنة مالا اير ولو يعني دا قدر اجازة تشخر اجازة تشخر بدا اير السنف يتمشت بيكي سنف بير سنف تشتر طبعا تم اتلاف جميع المواد اللي كان موجود بالمعمل المعمل المخفي وهذا امامكم طبعا حتى ما توصل للمواطن وان شاء الله نتمنى من المعامل بانه يلتزمون الشروط الصحيه بس امنيات مزوده سالق دايراسن شرطلارنا ويهون وصلار بتون فابريكالار معملار حتى بالشكل ده يترماسن وطندشلارا بزم تكماز مزوده كاركشتا Bizim fabrikalarımız daha öge geçsin, bahalda olmasın. Bir de göstereyim ki, çünkü Şire'de de aynen çıbın taptık. O yüzden hatta bilinsin ve malum olsun sizlere bizim tek amacımız oldu. Hatta öge geçsiler. Ama öge geçmişseler, yasak bir şekilde çalışırsalar, bu şekilde olar ve itlaf olar ve cezası vardı. Aynı vakitte icraat vardı, hakkında alınacaktı. مثل ما تلاحظون هذا أمامكم طبعاً يتلف ويروح يتصادر
هذا طبعا يروح التمر الصحي حتى يصير عندكم معلومه. بلار حبسي قدار طبعا تمر الصحي حبسي 3 دولار göz zögündə bir yerə getməyəcəkdi. Əmin olun ki bunlar hepsi itlaf oldu. Bu da göz zögündəydi. Taban şehir planlama komisyonu inşallah işləri davamlı dikkatlişdə. Hətta yasaqışlar qalmasın. Bildiğimiz təksən seyircilərimiz taban Doğumiz bazarında təcavüz çıxıbdır yazıya. Biz bugün gəldik taban hətta təcavüz yazıya çıxmazlar. Eşələrin girişləri içəriyə. O da amacımız bizim. هاي الغراض مال من يلا شيلوا عيني بلا زحمة عليكم هاي الرصيف فدوى لقلبك يا عيني يلا أخوي العتيق طبعا المواطن ده يشتكي المواطن ما ده يقدر يمشي من الرصيف وهذا الغاية مالتنا ببرنامج نحن في المراقبة طبعا أستاذ عندنا شكاوي كثير من المواطنين من خلال صفحة برنامج نحن في المراقبة ما ده يقدرون يمشون بالرصيف سوق دوميز جاينا أكثر تقريبا من 75 شكوى خلال 3 أشهر يعني نعم وتشوفوا بعينك يعني إيش كله صاير على الشارع وعلى الرصيف والتجاوز وحتى يعني يفوت شخص واحد يقدر يفوت من هنا يعني إذا شخصين لازم الواحد يعبر أو الواحد ثاني ما يقدر يعبر يعني متجاوزين على الرصيف ومتجاوزين منزلين غراضهم يعني كله احترام القانون كلش مهم احنا نريد نطبقون القانون ما عندنا شيء وياهم خلي يرجعون لي ورا خلي يرجعون يعني مسافه اللي قدام محلهم خلي يطلع ما عندنا بس يجي على الرصيف يسد الرصيف ما نقبل هذا الحاله حتى ما يحترم المواطن اذا هيك نعم. صح نعم 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 احنا نتمنى من طبعا اصحاب المحلات بسوق دوميس بانه لا يطلعون اكثر من حد المقرر حتى يكون التجاوز هسه دا يسحبون الهويات من عندهم حتى لا يتكرر هذا الحاله طبعا مركز شرطة المقداد اليوم حاضر ضمن برنامج سهل في المراقبة مع لجنة تنظيم المدينة طبعا غايتنا الأساسية إن شاء الله حتى ما تبقى التجاوزات قد دوميس Aynen. Taban havyaların Allah'larından, şimdikilerin Allah'lar hatta bir daha tekrar olmasın. Bildiği üstelik taban. Adı bu şara, adı malmen. Adı bu şara ya aynı. Malmen adı. Ahya. بلا زحمة عيني بخلي يجي صاحبه يشيله هذا نص الشارع شارع هذا صاحبه بلدغوس تايكسان سيزارمز طبعا بس غاياتمز او داقي رزق شاسرخ يوخ بس غاياتمز او دا نظام بشكل دوسن بشكل دا تخماسن جدا چوكو بلدغوس تايكسان باقم برده اوتومبيل دروب برده دا عينان دروب لفا ساتره اما جددان برتك اوتومبيل يري قالده اما جدد 3 سيارة تطار 3 أوتومبيل تطار طبعا الشارع لازم يمشي به 3 سيارات اليوم هذا واقف هنا وهذا دا يبيع ولكن باقي مجال السيارة واحد طبعا بس يقدر يمشي منه هاي المشكلة الأساسية دا نعاني بمحافظة كركوك وباقي المحافظات يعني نتمنى من أصحاب المحلات بأنه يحترمون القانون ويحترمون المواطن حتى لا يكون بهذه الحالة احنا غايتنا هذا إن شاء الله طبعا مثل ما تلاحظون gördüğünüz taki eşelerin girdiler içeriye kamerayı gördüler. Gördüler kamerayı eşeler girdiler içeriye ama ayıptı. Biz onu diyarık. Kanun tatbik helavun yok lüzuna geldi eşeğe girdi içeriye. Taba o da kanşarda gördüğünüz taki eşelerin girdiler içeriye. Mıdır ma çufun taba nadaka garaj o hada mu garaj. Mıdır ma çufun mıkalli arıza hatta sayarat ma yokuf hena. Umumun hakkı. هذا مخالف للقانون مثل ما تلاحظون ولكن ما يجوز نعم كاكاور يقول ماخذ الجراج من يا وزاره ماخذ حبيبي وزاره نقل المواصلات وزاره المواصلات بس سالته بانه ماخذ الشارع وياه يقول لا يقول لي اشيله لو ما نشيلك يا قال اساني اشيله اذا الشارع صراحه الملك العام يعني الناس يجي توقف تشتري فشي فعيوني راح نوقف هنا حتى تشيله يلا الكاميرا موجود نحن في المراقبة برنامج نحن في المراقبة طبعا انت ماخذ الجراج مو من حقك تسد الشارع بان هناك هنا سيارة ما توقف يعني عجيب انا استغرب يعني بعض المواطنين دا يفكرون بانه احنا برنامجنا ضدهم لا مثل ما تشوفون هذا يجوز ما يجوز يا اخي طبعا قردخ عيلان دوميز بازاندا بالفرنة بعميش الو استاذ احمد يجينا الشكاوي من المواطنين هسه فرنهم عليه شكوى صراحه من ناحيه النظافه و
ان شاء الله اللجان ما تقصر ان شاء الله، نشيك الصواني ونشيك البطايق مات العمال والديكور ان شاء الله ما يقصر من ناحيه صحيه مينا موجود ان شاء الله. ان شاء الله مثل ما تلاحظون احنا حاليا بفرن سوق دوميس، يتابعون الافران طبعا من الناحيه الصحيه من ناحيه النظافه. من دخلنا لاحظنا مرمر عايش يدوم. تمام 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 اكسباير يوقتي. هذا ايضا معمل استاذ عيني جوردغوت تشبه صنف لارس سمون اوتوماتيكي دي بل. يعني عيني زمان ما عجنت شيء يعني بر عجنت اشتغل معمل عيني مساحه سبه يشتي يعني عيني معمل حساب يشتغل زراريه لا تعال يا ولد شباب تعالوا الحين ليش تروحون تعالوا انا متاسف يعني بقيت لان حاضر اللي بحبسني يا رافي بنات زنور اولاش بزنس لغ مسات بوزن مسات بس يقولون وجلار المجدر بس يقولون وجلار يعني مو رزم مخالف الار بو يعني مخالف الار عينا يرداد كيكلر اشاغدا طبعا كاميرا اندرسا والو دنوزنا طايولا حبس يرداد كيكلر بدا يا صاغ بالشكل هذا مخالفته طبعا الكيك بالقاع مخليه وهذا مخالف للشروط الصحيه مثل ما يقول دائره صحه كركوك. نعم كاكاو هذا منتهي استاذ احمد اي منتهي اكسباير يعني اكسباير حبيبي ولازم عندكم متابعه انت موجود هنا انت بالفرن لا بس انطينا مجال خلي واحد ثاني يجي هاي منتهي دكتور تابع هذني اكيد هسه بيمتهي بعد اكسباير ومنتهي اي والله اكسباير بضغط ساكاينه اكسباير تابلده هذا مستعدين اليوم هذا 15 اثنين اي اليوم احنا ايش قد بشهر؟ اليوم 12 بشهر؟ يعني باقي له كم يوم؟ هذه هاي يوم 16 اثنين اذني كلهم 16 اثنين هاي منتهي شهر 10 شهر العاشر شهر الثامن هذا طبعا هنا لقينا بس واحد اكسباير اكسباير هذول باقي لهم تاريخ قليل هاي 19 5 7 ايام باقي المشكله الاساسيه هو الكيك بالقاع يعني هاي المشكله استاذ احمد صراحه عنده شوف الكيك بالقاع يعني هو يخليه على مصطبه هسه قبل شوي شفنا فئران بداخل معجنات اكيد هنا هم اكو فئران يعني اكيد هسه تدور تلقى مثلا فئران فما معقول بالقاع وفئران مثلا يجي عليه والذبان يجي عليه وشغلات زايده يجي عليه يعني ايه المشكله صراحه بدنا نبلغهم كاكا ولكن البعض ده يطبق مشكورا لهم يطبق القانون اكيد اكيد ولكن البعض لا حبيبي انت صاحب اوكي ماكو اشكال بس تتابع التواريخ شو اسمها المنتهيه ما منتهيه انت ابد تتابع والله شغلتي ما اجت ما اعرف شغلتهم بعد اوكي بس هذا مثلا منتهي هذا منتهي وجاي يستخدمونه بداخل الغراض وتدري مثلا المواد لما ينتهي هذا اخو مو يعني بالهيش كيف مخلين لا اكيد لما ينتهي التاريخ يعني المواد الكيميائيه ينتهي ويجي من وراء مرض صح لو مو صح اوكي حبيبي هذا منتهي اول شيء ثاني شيء باقي له اغراض اثنين ثلاثه اكثر والله من ثلاثه مينا باقي له مثلا يومين اربع ايام خمس ايام لازم عندك متابعه مثلا هسه انا اليوم ليش جاي عليك بس خو باشر ما اجي عليك صح لو مو صح يمكن باشر عقب باشر لحد شهر بعد ما اجي عليك والرقابه ما يجون عليك انت لازم تكون رقيب على المحل مالتك خدمه لصالح العام يا اخي انت جاي توزع وتنطي للمواطن جاي ياكل خدمه تقدمها للمواطن لازم تقدمها بشكل صحيح تمام فلازم عندك متابعه اكيد فلازم عندك متابعه يعني ضميرك لازم تحاسبك مو احنا صراحه انت ابي تتابع العمال عدد مدى صلاحيه المواد مثلا منتهي ما منتهي طبعا مو هذا شو اسمه مو من نفس الخطوط اللي نستعملها نخلي بها ماي هذا وبقيه الغراض بقيه الغراض اللي موجوده مثلا هنا كريم والمواد اللي موجوده هناك تابع اي هذا مثلا هذا مثلا المنتهي اكسبار وجاي يستخدمونه يعني هذا ما مستخدم هو من قبل انا قبل ما ابدي واحكي قلت العامل تستخدمه قال استخدمه ما شايفه يعني وحتى يكون عندك معلومه اغلبيه الاغراض باقي لهم يومين ثلاث ايام
فالأغلبية الغراض اللي موجود باقي اليومين ويخلص. اليوم باقي. هسه احنا جايين على لجنة يوم، بس انت قدامك ما شاء الله اشهر وايام، صح لو مو صح، انت لازم تتابع يوميا، لان المواطن برقبتك، لان 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 المواطن برقبتك استاذي. صار يعني يوم يعني احتمال بعد شهر شهر اكيد. نعم. ايش اي والله ما شفته. نعم. بس انا ايش باش نسال حبيبي. او انا بدل ما كذا تمام. هسه انا باخذ مثلا 3-4 ايام يخلص. يعني انا لا مو يعني انت جبت تاريخ شوي بعيد، انت مطي فلوس على هذا صحيح ولا لا؟ اجيب التاريخ اشوف التاريخ البعيد اجيب، ليش اجيب قريب؟ باقي له 3 ايام الذي بالمر الاندوز يعني هذا باقي له يوم واحد وينتهي اكسباير يصير. احنا رجعنا يعني من اخوان المعامل ومحلات يعني تابعين تاريخ الانتاج مال من يشير من المخزن الرئيسي التاريخ البعيد اجيبه، ليش باقي له يومين اجيبينها؟ يعني الرجال دافع عليه فلوس، احنا هسه الصحه نطلب يعني باقي له يومين وما يلحق، يعني هذا مو يوم واحد ينصرف. صح اكيد. هاي جوز أسود هو أصلاً. هاي درجات فيها أصلاً. هاي جوز أسود أكو أبيض أكو. هاي درجات. لا لا والله. أصفر أكو أبيض أكو. إحنا شو اللي قاعد تا كاورا ما انا اكسباير اسمها له هرمي اكسباير اما قر روجان حاجه يا تو بر دوام سيري كي اقبا خدمه كم كم اسبر اكسباير اخا ما قرني اكسباير ما فريدين احنا مو هدف يقول مثلا يا اكسباير اكيد احنا نذبه تقول ما تقول يعني مع احترامي لك انت لو تقول ما تقول احنا نشيل ذني مفروض احنا ورا ان انت تتابع هالشغلات احنا هدفنا مو نعاقبك هدفنا المواطن لما يريد مثلا يشتري كيك منك يكون كيك صحي يعني صراحة احنا مو هدفنا والله احنا نجي نعاقبك او نفضح مكانك لا بالعكس ان شاء الله يكون محلك اكثر واكبر من اللي هسه عندك اياه نريد تقدم من الناحية الصحية علي انت هسه جايب اذن بفلوس يعني مشتري بفلوس هسه نشوفه اذن اغراضك سبار كله ان جاي نذبه وبعدين القرار الغرام هذا يمدار الصحة وتغرم ان شاء الله انت شو الاندا وده وزوق تاريخه بخسان بخوزنا ورده مخزننا بخ جاتوز بخ دوبر حفته انوز طبعا بدغو ساي كبل حبس اكسباير دي عنده حبس تلفولار بس تمنيات مزو ادو متابعيت سلار مقيتو سلار اشلانه تشكبو ملتيه تر حتى تك بشكلنا ملتيه ترس بنيا باش باش استنابي له شويه ببعد ما بجا اخذني طار ايش بان تناوي له اما كدي اخوي باني نيا بلي باني هي النيا نيا سو خد علي برنوت شو النيا دي صار استاذ شو اه اوكي تناوي ها يا خبا دوري سيد شو على الفرن شو هذه اللي بس هذا يعني شلون يصير مثلا الكيميائيا يصير لا اما نستلم انا مو قصدي على نستلم قصدي على القبغ اللي تستخدمه هذا ما هو حتى يخلي على الحراره يمعن افتهم من هذا الشغله استاذي والله افتهم منك بدل هذا القبغ اللي تستخدمه صدق قزن ستيل ما ستيل اكو ستيل يعني شو خو استاذ يعني بس جامز بده ايش بتنن صور هالشيء شبش لاسين بخ يعني ما يد بعمله يعني شو سحب ندنجر متابعيت بالعمله متابعه الوقت يعني بخ بحبسي ماكو متابعه هاي المشكله قلت تكتب ايشلر يبشلر مزن قادر المزدار يعني متابع يرد بخلن جو استاذي متابعيت متابعه يعني شو سحب متابعيت سن عملاني ايش ايش تغير بشوس تمام بارك طبعا اورد باخلر 19'da bitiri. 2019. 2019 11. ayı bitiri. 2017'in taştı. Tarih ilintihat 2017. Tarih ilintiha 2019 11. ayı. 11. ayı bitip. Bitti. Bak özü ne adı bu? Dur ne adı? Bacon powder. Bacon powder. Ha bitti. Expire oldu. Alimdi, vazıhtı. O da bacon powder, expire. Zaten bitti. 19-19-2019 خلص. 2019. هذا طلعوا. بدا اكسبايرد ناي ايوه اخو سبال وزارت لا بس استاد علي بس هرج الساخ بس قرش وقت زمان راح دينا ديم سامني هذا بعد بوم نص عمليه 60 غوزا عليه ولا ما قيرد الكسان ويزا صوت شو صعب كل ما اكس واي يعني بس اسوا صايله دغري تمام مخصوص يعني مثلا الناس 60 سنه قرش مود مسر Bildiğim üstelik tabi o da expire idi. Ona göre
صاحب المحل إيه؟ صاحب عمار الخبره صاحب عمار يا كيف سعد هاي صاحبك اجي حبيبي اخي العزيز السلام عليكم عليكم السلام جايينا شكاوي للصفحه ادري بس اريد افتهم انتم صحه لو بلديه اريد افتهم هاي مشتركه هي مشتركه هي تقول احنا نشيلها وهاي هي بعد ما نطلع وخلص خلاص كل هذا شارع انت شنو يعني شنو معلومات شيء شنو يا شيله نشيلها انتم مره قولوا لنا شيله بعد نشيله بعد قلت لك اي هاي شيله بس رجع لي الهويه لعد شيله اوكي عزيزي هو المواطن ده يشتكي ما يقدر يمشي من رصيف نترجاكم بانه إيه تتعاونون مع هذا خدمه لصالح العام يعني صح هذا حقهم هذا حقهم قولوا مره شيلوا بعد نشيله وليش هويه خلاص احنا نتمنى هالشيء ان شاء الله شكرا جزيلا طبعا تعاون المواطنين مهم وضروري مع لجنة تنظيم المدينة حتى نزيل المخالفات حتى لا يكون تجاوزات على الأرصفة حتى المواطن يقدر يمشي براحته من الرصيف ما معقول أنت جايب غراضك مخليه على الرصيف هذا من حق المواطن بهذا الرصيف مو من حق صاحب المحل هاي المشكلة نعم أستاذ بس الشارع يمشي للمواطن هسه جاي الرصيف هاي المشكلة وإحنا ده نتمنى من أصحاب المحلات بأنهم ما يطلعون غراضهم برا فقط خلص هالقد إحنا محتاجين من عندهم مثل ما تلاحظون ان شاء الله هم دا يقولون احنا راح نشيله سوق دوميس واحنا نتمنى هالشيء وراح نشوف احنا هذا المره الاولى جينا عليهم مره ثانيه هم راح نجي عليهم مره ثالثه هم نجي عليهم وراح يبين امام الكاميرا نفذوا احترموا القانون احترموا المواطن او لا يردوستايك طبعا اشلار قالدردلار قالدر مزارنا رصيف مزارنا قالدردلار وزين قلتلر ايشاريا كاكاوري طبعا شالوا غراضهم من شافوا اللجنة شوف المكان انفتح يعني انفتح امام المواطن الشارع تنفس هسه الشارع تنفس يعني هسه مثلا مخلين غراضهم مطلعين متر هل نقول ما يخالف هم ما يخالف صراحه بس ينطون مكان للمواطن يعني براحته يجي يروح هو هاي المشكله احنا اخذنا الهويات المخالفين اخذنا هوياتهم واحنا كنا بسوق دوميس سوق دوميس ونيجي مره ثانيه ان شاء الله ونشوف احترموا القانون ام لا ان شاء الله يحترمونه ان شاء الله ان شاء الله هذا بالنسبه لهذا الشارع لازم ينفتح يروح ورا السوق دوميس الخلفي نقول للمجمع جروب سيتي منا يطلع المجمع وراك والساحة مفارغة وراك بس حاليا نشوف يعني استجاوز مع أهل العرمين موجود هنا فما نقدر ما يعني هم يقولون ما عندنا مكان بديل على مود نشيل هم هم شنو مشكلتكم أخي منو عنده شكوى تقدموا تعالوا احنا قدمنا شكوى للأستاذ أحمد مسؤول القاطع وأبو رياض بوقتها وقالوا إيه قدم شو اسمه بعدها رحنا وين للمدير بلدية قال حقكم وحولنا على الأستاذ القيم مقام القيم مقام قال لنا تروحون أنا عندي كلها جاعد هاي التجاوزات عشان قلنا الأستاذ إحنا أهل كركوك وعندنا ضحايا رهاب تعال نشوفك هاي المحل إذا تسمح لي تجي وياك أكيد يعني عنده 4 أطفال ومؤجر من البلدية ندفع سنوية إيجار للدولة مشكلتكم شنو خل أعطيك بالتفصيل أستاذ الله يرحم والديك مشكلة بعد ندخل التفصيل فتعالوا فجينا ندفع ضريبة وندفع رسومات وندفع مي وكهرباء وكلها إيش اسمه وللبلدية هذا المحل كنا ما ظل اسمه لأن الشوارع مليانة نروح نشتكي نقول يابا إحنا ترى ما متجاوزين وحتى أستاذ عبد الكريم في وقتها قال قفوا هذا السنة ويمكن استاذ يحيى عنده علم جيان استاذ يحيى دخلنا قال الزموا هذا بس نظافه نظفوا قلنا ما يخالف قالوا اقعدوا براحتكم استاذ مدير بلديه وبعدها جاء استاذ ايش اسمه ورانا فريدون فالاستاذ الجديد ما كلها عنده علم استاذ يحيى وبوقت ابو هلال فهسه احنا المطلوب نريد هالتجاوزات اللي بالشارع والله ما عندنا سد ايجاراتنا يا ناس والله مصرف كل واحد بينا مطلوب بس شوفوا لنا هاي الشارع يعني هاي الشوارع مليان الحديقة مليانة الهاي كلها مليانة وين نروح شو يريدون كاكاوري بالأخص يريدون إزالة العربين المتجاوزة تريدون الباع المتزولين طبعاً ما أعلن يعني اليوم المواطنين أصحاب المحلات بسوق دوميس يطالبون بإزالة البسطيات مقابل مبنى محافظة جديدة وطبعاً دا يقولون إحنا ما دا نقدر نشتغل لأن يعني البسطيات بالشوارع يبيعون خضروات احنا ما نقدر هنا نبيع هاي المشكله الاساسيه من هنا من سخان دكان معقوله لساعات بينجي باني ودكانك انت هتاسه داخل كم قبانزا زار تابو والله تعال من ايجار دم من ايجار كم زين رجانا شنك ابو حكم دم رجانا سيدوها زرنا اخي العزيز كل شيء عنده حلول ان شاء الله نعم. واحنا الناشد مدير بلديه يحضر هنا سوق الدوميس حتى يحل مواضيع ان شاء الله هي
أنا سأخبره شخصياً وأنطي صوتكم أوصل صوتكم أوصل صوتكم وهسه خلي باكر تروحون يمه أقول للأستاذ فريدون جماعة السوق يريدون يجون يمك وإنسان بابا مفتوح للكل كل شيء عنده حلول كل شيء عنده حل بابا مفتوح للكل ما مقصر وياه إذا هم تجون القائمة القومية ورا البلدية القائمة القومية مو القائمة القومية الشغلة يم لجنة التجاوزات على القائمة القومية حول على لجنة التجاوزات خلي يخدمك بالاتفاق لازم يكون كل إجراءات يكون يعني بسلسلة مراجعات على القائمة القومية تقدمون خليكم بطن عيننا احنا علينا نرفع على لجنة التجاوزات وإن شاء الله اللجان الجديدة اللي موجودة بقاطع السادس إن شاء الله ما يقصروا استاذ يحيى زين عيوني احنا نريد من الله منك اقتراحات ان شاء الله صدق فد مره وقعنا والله ما ان شاء الله ايجارنا معدن شكرا جزيلا ان شاء الله طبعا منا مشكورين لاستاذ مروان عاني مدير الاعلام الحكومي محافظه كركوك طبعا ده ياخذ هموم المواطنين شكاوى المواطنين وده ينقلها للمحافظه وان شاء الله نتمنى الاستجابه السريعه لاصحاب المحلات بسوق دومس أصحاب المحلات بسوق دومز اشتكوا قالوا البسطيات ماذا يخلونا نشتغل احنا هم بدنا نعطي إيجارات احنا هم بدنا نعطي فلوس هذولا ما يخلونا نشتغل في اليوم لجنة تنظيم المدينة حضر اليوم مقابل مبنى المحافظة الجديدة طبعا حتى ياخذ جواسيهم وطبعا طال عليهم كتاب اعتقد بإزالتهم طبعا طبعا باخن ده مثل ما تشوفون عفوا الوساخة وعدم تنظيف أماكنهم وديبين أمامكم أمام الكاميرا هذا قدامكم طبعا ماذا ينظفون أصلا هم واقفين ديبيعون وماذا ينظفون همين ديوسخون الأماكنهم طبعا وهذا قدامكم يعني احنا نتمنى إن شاء الله من جهات المعنية يتخذون قرار عاجل وهذا طبعا مقابل مبنى المحافظة الجديدة طبعا جنسي لا نسحب الارنان يسحبون الجناس من يدهم حتى يزيلون التجاوزات طبعا حتى نشوفكم الوضع اللي احنا بيها عبسي يوزوغن دا يوردغوستاك مثل ما تشوفون الوساخة الموجود بالقاع وعدم تنظيف اماكنهم وهذا همين أخي عزيز صح تشتغل نظف مكانك طبعا المشكلة الأساسية بالمواطن هو المواطن دا يوقف هنا دا يشتري من عندهم هو هذا دا يسبب مشاكل يعني طبعا مثل ما تلاحظون طبعا أربع سيارات واقفة بس تخدم لقدام حتى يفوت السيارة نعم كاكاوري سادة أحمد المواطن هم سوق بالمواطن أكيد سوق المواطن همينة للمواطن الركيزة الأساسية بالمنطقة هنا على أساس القاطع الثالث رفع التقرير على السيد المدير البلدية أستاذ فريدون وكتاب رسمي جينا الشكوى الرسمية لازم يشيلوا اللي ما يبقون هناك هسه الهويات نسحب اللي منطل الهوية خير على خير اللي ما منطل الهوية الأغراض نشيلها حتى أصحاب المحلات بالدومين من حقهم من حقهم يعني من حقهم حق. أكيد من حقهم أكيد من حقهم يعني. صراحة المكان مفتوح وبدون موافقات وأصلا غير قانوني مكانهم مقابل مبنى مقابل مبنى المحافظة الجديدة ما شاء الله المنظر حلو وهذا بخرف أستاذ هورو بيها بأنه راح يصير افتتاح المبنى المحافظة فاي ما يصير واجهة مبنى المحافظة مقابل يصير هذا الشيء يعني هو صوت المواطن هم يعني اكيد صوت المواطن طبعا المواطن هو المتجاوز هنا ما يصير هذا شوف الشارع مقابل مبنى المحافظه هذا مبنى المحافظه افتتاحه ما باقي له اسبوع اسبوعين طبعا سايس زارمس اعزائنا المشاهدين طبعا احنا غايتنا الاساسيه طبعا اصحاب المحلات بسوق دوميس يطالبون بازاله البسطيات طبعا ما دا يقدرون يبيعون دا يخسرون دا يقولون احنا عمدا نعطي ايجار المحلات شيلوا البسطيات مثل ما شفتوا هسه حاليا كنا بسوق دوميس حتشوا قالوا احنا ما نقدر نبيع رجاء شيلوا البسطيات من شوارع محافظه كركوك هذا قدامكم على طول الشارع ده يبيعون مخدرات والمواطن هو المشكله الرئيسيه والاساسيه المواطن اذا ما يقف هنا ما يشتري طبعا الأصحاب البسطيات ما يخلون يبيعون بالشارع هاي المشكلة المشكلة الأساسية بالمواطن هذا الحالة قدامكم طبعا
صح تبيع ولكن النظافة مهم، لازم تنظف مكانك حتى أماكنهم ماذا ينظفوه. هاي المشكلة، هاي المشكلة الأساسية احنا دي نعاني بها بمحافظة كركوك، ومثل ما تشوفون أصحاب المحلات اللي يبيعون خضروات دي يشتكون، دي يقولون احنا ماذا نقدر نبيع أو دا نخسر، دا نطيح احنا إيجارات عندنا، وهاي المشكلة الأساسية وهذا قدامكم. Bu son, taban son karar aldılar. Yani o geldiler buraya bir kampanya yaptılar. Bugün akhir günüydü. Ve itibar tebliğ ettiler özlerini, yani o eşyalarını kaldırsalar. Ama kaldırmasalar Çin çereşofil gelecekti, eşyaların hepsini kaldıracaklar. Çünkü bizim hani muhafaza binayamızın kanşarında, yegi muhafazanın binayası kanşarında bu şekilde olmaz. Taban kuruptular, satırlar sebze. Bu da son kararıydı özlerine. Bir anda o aldılar özünü. Bunu kaldıracaklar şofuldan. Sen seyircilerimiz Neretim'deyiz programının sonuna geldik. O bir hafta bekleyin bizi. Aynı vakitte. Allah'a emanet kalın.